سادة القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلو علينا فضيلة المقارئ الشيخ عبد العزيز يعقوب القارئ والمقيم بصدق. أننا لا يرد بالتوفيق ولنا ولكم بحسن السماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لا
له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء إنه بكل شيء
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين والذي أوحينا Oh,
بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى الذين اختلفوا في الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك واستقم ولا تتبع أهواء فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواء لا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه في القرآن ومن أراد الآخرة فعليه في القرآن ومن أرادهما معا
فعليه بالقران. وهكذا يا اخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة الهنوفية فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز يعقوب القارئ والمقيم بسنسان. الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني للفراشة الحديثة القدرى تطلب مكتوبا من شركة المتوكل على الله إدارة الحاج فن البارح وأولاده المقيم بمدينة الملوك.